السؤال المهم برضو ليكم انتوا الاثنين، اتفضل. هل مستوى النادي الاهلي في هذه المباراه واللي شفناه واداء اللعيبه اللي هي خارج نطاق الخدمه، انا بتكلم عن النادي الاهلي اولا بعد كده اروح نادي الزمالك، انا عايز ارد على السؤال. هل موسيماني هترد؟ هل موسيماني فعلا كان عنده حق؟ لا، ما عنده حق في ايه بقى؟ في اللي هو ايه، في الاداء والشكل، الاداء ومستوى اللعيبه، وقال لك اللعيبه اللي اتفرضت عليا، خلينا نكون واضحين. لا بس هو طلع قبل كده قال لك ما فيش تدخلات من الاداره ولا اي حاجه، ده تصريح منه هو شخصيا. انا ماليش دعوه، انا بقول الكواليس، ماليش دعوه بتصريحاته اللي هي برضه الراجل ده. انا الكواليس ان هو قال ان في لعيبه اتفرضت عليه، واول لعيب اتفرض عليه هو كان محمد هاني، ده اللي قاله موسيماني في الخناقه اللي بينه وبين حسام غالي. اتفضل رد. بص هقول لك على حاجه، اولا اداء اللعيبه في المباراه احنا خلاص احنا قايلين في لعيبه كانت بره، مش ده اداء النادي الاهلي ولا اداء اللعيبه، بس حته اللي موسيماني مش او راح او جاء او هو غير موسيماني النادي الاهلي بيلعب بسيستم معين وطريقه لعيبه معينه، حتى احنا طريقه كلامنا بنقول ايه؟ لو النادي الاهلي باي حد بيلعب بيه واي مدير فني بيجي معانا احنا بنحترم. يعني لو موسيماني كان موجود كان نفس الاداء ونفس التشكيل. طبيعي، مين قال لك؟ ما النادي الاهلي كان في فتره من الفترات مع موسيماني الاداء ما كانش كويس برضه، ايه المشكله؟ النادي الاهلي لما بيجي بيلعب ويبقى ما بيلعبش على اداء، النادي الاهلي اولا بيلعب على بطوله، الاداء يجي بعدين. انت كلام مش عاجبك يا بشير. انا بقول لك اهو، لا انت بتكلم، انا بتكلم في نقطه مهمه. ألا النادي الاهلي، بص يا عمي، النادي الاهلي حتى واحنا بنلعب على بطوله الاول، الاداء يجي بعد كده. يبقى الناس مبسوطه من الاداء مش مبسوطه؟ الاداء ده كله بنساه. انا نفسي اعرف انت النهارده ما بتجاوبش على اسئلتي ليه؟ ليه والله ما بجاوبش؟ انا قلت لك موسيماني اتظلم، هل موسيماني كان عنده حق؟ هل موسيماني لا لما قال ان في لعيبه اتفرضت عليا وشفنا اداء اللعيبه كلها؟ ما انا قلت لك سيبنا جاوب، انا مهيب. إيه؟ لا لا ما كل مهيب، انت جيت بتتكلم على 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 مدير فني خلاص عمل انجازات مع النادي الاهلي، وده طبيعي جدا لو يعمل انجازات معايا، ده طبيعي اللي يشتغل مع النادي الاهلي يعمل انجازات. برضه ما جاوبش على سؤالي. انا ما هو السؤال ايه هو؟ ما يا كابتن انا بسالك سؤال، حضرتك ما بتجاوبش عليا. ايه هو يا كابتن؟ بتكلمني في حاجه ثانيه خالص. يقول. هل موسيماني كان عنده حق؟ هل موسيماني ظلم في الكلام اللي قاله مع الاداره؟ الاداء اللي احنا شفناه مع النادي الاهلي، هل فعلا في حاجه غلط في النادي الاهلي من حيث الاداء؟ وده كان باين من مستوى اللعيبه، ان يكون عندك الشناوي خارج نطاق الخدمه، ان يكون عندك محمد هاني خارج نطاق الخدمه. ده حالات لعيبه يا مهيب. يا كابتن لو سمحت، اما يكون عندك عمرو السوليه خارج نطاق الخدمه، اما يكون عندك علي معلول خارج نطاق الخدمه، رامي ربيعه خارج نطاق الخدمه. لا ازاي؟ امال الشوط الاولاني كان النادي الاهلي مسيطر على المباراه الشوط الاولاني بأمارة ايه؟ ده الاهلي لو مسيطر كان كسب 3. ما انا بقول لك اهو، يعني الاهلي لو بحالته الطبيعيه في الشوط الاولاني وحاله لعيبه نادي الزمالك كان كسب 3 4. اوكي ماشي، ده حاله لعيبه بس الزمالك نفسه غايب. خلينا يا كابتن مهيب بس اتكلم، لا عليك يا اخي، لعيبه كتير وابو يعني لعيبه كتير، حالات لعيبه يا مهيب مش بره، مش ود مباراه. طب اسمع، انت ما اديتنيش نتيجه. طيب ماشي، هعديها لك. عارف ما اديتنيش نتيجه ليه؟ المدرب اللي يقبل ان يتفرض عليه لعيب لا يمشي احسن، عشان ما يرجعش. ما مشي، لا هو ما يرجعش يعني بعد ما يمشي يقول ده انا اتفرض عليا. لا من البدايه انا بلعب حد غصب عنك بمشي، اقعد ليه يعني؟ ما يعني اللي عمله موسيماني صح؟ هو موسيماني مشي عشان اتفرض عليه لعيبه؟ اكيد لا طبعا، هو النادي الاهلي كان مجهز الكلام ده كله طبعا، لان هو النادي الاهلي مش مجلس الاداره مش راضي على اداء الفرقه الفتره اللي فاتت، الراجل متوفر له كل حاجه، بياخد راتب كبير، جايبين له كل اللعيبه اللي هو عايزها، وشايفينه ان هو يعني الاداء بتاع او شغله او الناتج بتاعه مستخبي في البطولات. تمام؟ كان في سؤال تاني بتقوله للكابتن ياسر؟ السؤال اللي بقوله للكابتن ياسر ومحدش عايز يجاوبنا، هل موسيماني كان عنده حق؟ هل موسيماني ظلم؟ في ايه؟ ظلم في ايه؟ بالاداء اللي احنا شفناه بتاع النادي الاهلي؟ لا طبعا ما ظلمش خالص يا مهيب. النادي الاهلي اتعادل مع نادي الزمالك امبارح يا مهيب؟ لا اول امبارح. اول امبارح عشان ايه؟ عشان النادي الاهلي والله لا النادي الاهلي خايف وبيلعب. النادي الاهلي كان ممكن، النادي الاهلي خايف؟ اه طبعا خايف. ايه؟ بص الزمالك خايف؟ اه طبعا النادي الاهلي خايف؟